بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيفكم يا بنات؟ إن شاء الله طيبين وإن شاء الله رايقين منوقين. أمس ما نزلت لكم فيديو، صراحة أنا فقدتكم شديد، وحبيت اليوم أملاكم طاقة وأملاكم حماس وإيجابية، أتونس معاكم وأوريكم بديت يومي كيف والحصل شنو. إن شاء الله تحضروا الفيديو للنهاية وكمان تكونوا يعني تطلعوا منه باستفادة. الفيديو حلو شديد، كله عبارة عن نظافة وترتيب وروقان وكذا، يعني زي كل الفيديوهات، بس حتونس معاكم شوية. حتى الونسة أنا ما مرتبة له، لكن إن شاء الله حتونس، يمكن أحكي لكم فيه عن نفسي، أو أن يعني في ناس كتار بيسألوني أنت منو كذا يعني، فحابة أتكلم في الفيديو ده شوية. صحيت الصباح، طلعت الأولاد المدرسة الساعة، إحنا أصلا بنصحى الساعة 5:30 لحد ما الباص يجي وكذا، بنكون خلصنا أمورنا، وبعدين الأولاد بيكونوا خلاص طلعوا للمدرسة. اليوم قررت إنه أنا ثاني ما أرقد أنوم، يعني الأيام اللي فاتت كنت عندي شوية ترخيمة كذا، فحبيت أصحصح بقهوة ومع تمر، وقوم أشوف الحاصل عليه شنو والفي البيت شنو كذا، لأنه إحنا إن شاء الله بإذن الله بكرة عندنا برنامج، عندنا جارتنا الهندية بنتها ما شاء الله تبارك الله اتزوجت، فعاملين لها بارت صغير، عاملين لها بارت صغير في البيت. فاليوم حبيت يعني انه انا اقطع مسافة طويلة من شغل البيت واخلص جزء كتير، لانه احنا داخلين على نهاية الاسبوع وما عاوزة الشغل يتراكم عليه، فحبيت انظف البيت نظافة يعني يكون كده مرتب وكده، الواحدة يعني نفسيتها تكون حلوة زي ما بيقولوا. صحيت زي ما انتو شايفين، صورت لكم البيت، مدخل البيت او الممر، وكمان صورت لكم الصالون، لانه الصالون كان محتاج نظافة، ما هو النظافة اللي تقيل لكن نظافة عادي. بديت أول شيء بالصالون، لأنه الأطفال ما عارفة اليومين دول كان عندهم غرام إنهم يقعدوا في الصالون، فما منعتهم، خليتهم ياخدوا راحتهم تماما. صحيت لقيت إنه في أحذية، وما بعرف إنهم يعني بتعرفوا أي واحدة عندها طفل أو أطفال ما شاء الله كبروا بتكون عارفة المرحلة دي، أحذية وقصص وقصص. للصباح قمت على الصالون، بديت بالصالون، نظفت الصالون، رتبته، وكمان غيرت شوية حاجات في الصالون ما غيرتها، لكن في المدخل انتو شفتوا انا فرشة جديد لونه كيف، وكمان يعني شفتوا المنظر كان كيف، حبيت اروق الدنيا لما يرجع من الشغل واللي بيرجع من المدرسة واللي بيرجع من الجامعة ما شاء الله، يعني كلهم يرجعوا كده يعني يدخلوا البيت كده نفسيتهم تكون يعني يعني فل زي ما بيقولوا. فالحمد لله والشكر لله. نظفت كل شيء، نظفت الصالون، نظفت الممر، غيرت لهم شوية حاجات كده، شلت السجادة زي ما قاعدة أوريكم، يعني شلت من هنا وديت هناك، وشلت حق ده وديت هنا، ما جبت حاجة جديدة، لكن سبحان الله لما تشيلي الحاجة من هنا وتودي هناك وحق ده تجي تحسي إنك أنت جبتي حاجة جديدة وأصلا أنت ما جبتي، لكن التغيير سبحان الله، سبحان الله يا بنات، التغيير ده شيء حلو شديد، يعني نفسيتك بتكون أنت حتى لو تعبتي في النظافة وفي الترتيب نفسيا بتكوني مرتاحة. حتى اللي بيجوا داخلين في البيت يعني لو جايين داخلين البيت بمود ما حلو، سبحان الله حتى لو شيء بسيط بيغير من مودهم. فأنا اليوم اللي في واحدة كانت كاتبة لي في الكومنتات إنه كيف يعني نرتب أمورنا، أو مثلا وقفة المطبخ الكثير، أنا اليوم خلاص قررت إنه أنا أنظف البيت خلاص، بكون عارفة يعني أكيد الوحدة بتحسي إنه بيتك نظيف أو وسخان أو عاوز يعني هو عاوز شنو. فانا خلاص اليوم قررت انه انظف البيت، امس لما دخلت المطبخ اعمل الغداء خلاص عملت الاحتياط انه انا بكره ما حدخل المطبخ، ما عارفه حخلص الشغل متين، فقررت انه انا اطبخ حاجات بزياده، يعني مثلا عملت لهم الحاجات اللي بيحبوها، مثلا عملت مكرونه بلحمه مفرومه، وعملت لهم مسقعه، وعامله شوربه، وفي سلطه، فخلاص يعني ما كل يوم مثلا نعمل جديد، يعني ما ترهق نفسك، ما ترهق نفسك زيادة عن اللزوم. أنا اليوم قررت أنظف البيت خلاص، ما طبخت شيء خالص، عاملة غدا أمس، وفي حاجات يعني من اللي عملته ما خدتش اليوم قاعد في التلاجة هسخنه وخلاص كده حكون ريحت بالي من حاجة. يعني ما ممكن أنا أدخل المطبخ وأطبخ بيجاي وأنظف بيجاي، لا، رتبي حالك، رتب يومك، أدي الأولوية في حياتك دايما أدي الأولوية للحاجات المفيدة زي ما وريتكم، بما انه انا اصلا حنظف ما طبختها، فانتوا ممكن تعملوا كده. اليوم اللي انت مثلا قررتي انك انت تكوني تقضي اليوم ده للنظافه، ممكن خلاص ما تنظفي، ما تطبخي زي اليوم، اطبخي طبيخك، اعملي الحاجات الزايده زي مثلا سلطه الباذنجان او المسقعه، او مثلا تعملي متبل،
معاهم مثلا تحمير البطاطس. انا اليوم بس حمرت لهم بطاطس، يعني يكون شيء جديد فريش كده، حمرت لهم بطاطس مع الحاجات اللي ذكرتها. تمام، فحاولي رتبي، يعني حاولي رتبي امورك براكي. تمام، يعني الحاجة سبحان الله، في ناس بيقولوا ما قادرين، انت قرري قرري ورتبي. حتى في ناس ممكن الحاجات دي بكتبوها كتابة بالمناسبة، عشان يومهم يكون مرتب بكتبوها كتابة، فما يحتاج انك انت تكتبي وكده. لكن سبحان الله، يعني الحياة دي عاوز ترتيب، زي المدرسة. المدرسة مش يعني احنا لما درسنا المسات بيقولوا لنا شنو الأساتذة زمان، إحنا ما كنا عندنا مسات، بنقول الأساتذة بيقول علينا شنو الدفاتر لازم تكون مرتبة، درس اليوم باليوم. فهو الحياة كده سبحان الله، لازم تكون مرتبة. أمورك ما مرتبة حتكوني جايطة، وحياتك جايطة، والدنيا مقلوبة فوق تحت، وما عارفة أساسك من راسك. فعشان كده رتبوا، يعني قرروا من قبل ما انت تبدي، قرري حتعملي شنو والحيحصل شنو وكده. انا ما احنا اصلا البارتي بتاع جارتنا الهندية كان يوم الاحد، ففجأة اتغير، يعني بقى اليوم الجمعة. فخلاص انا قررت، فما ممكن انا اخلص الويك اند كله في النظافة وفي الترتيب وفي الاكل وفي التجهيزات. فخلاص قررت اليوم انا اخلص شيء اسمه نظافة وترتيب. نظافة، لكن يعني نظافة عن نظافة ما بيفرق، انه انا اغير وارتب كده عشان نفسيتي تكون مرتاحة، احس انه انا عملت حاجة، حتى ناس البيت ما يملوا. فبعد ما خلصت نظافتي بكرة حشوف الحاجات اللي حجهزها مثلا للضيوف، بما انه انا اليوم ما عملت غدا، خلاص بكرة حكون عملت الغدا لناس البيت، وكمان منه الحاجات اللي احنا حنجهزه للبارتي بتاعهم. احنا اصلا جيران، وقررنا انه نحن يعني نحتفل بيها وكده، لانه عرسها كان في الهند. فان شاء الله ان شاء الله اكيد حصور لكم، اكيد حنزل لكم التجهيزات والحفله كانت كيف. هو ما حفله يعني، لما الجيران زي ما بيقولوا. تمام كده، خلاص انتوا حتشوفوا في الفيديو انا نظفت شنو ورتبت شنو وعملت شنو، وما حقعد اتكلم عشان الزمن بتاع الفيديو نحن نستفيد منه في حاجات تانية. في بنات كتار سالوني عن الكريمات، في بنات سألوني عن الوش، يعني اعتني بوشنا كيف وبجسمنا كيف. الحاجات دي أنا مقررة إن شاء الله بإذن الله أعمل لكم فيديو كامل عن الكريمات، عن بالمناسبة الكريمات دي، ما أنا لو قلت لكم ما جربت كريمات حكون كذابة. ممكن أقول لكم أنا جربت جميع أنواع التركيبات، أي يعني عندي غرام كده أهتم ببشرتي، فبحاول إنه أكتشف حق مين أحسن تركيبة دي وتركيبة دي. جربت تركيبات كثيرة صراحة، فحوريكم أفضل تركيبة يعني نفع معاي من منو، وهو ما إعلان، يعني اللي زي ما بيقولوا اللي بيقول عليه يعني الضمير يكون صاحي. حوريكم يعني أفضل تركيبة من منو ونفع معاي، وإن شاء الله هقول لكم كل شيء عنه. لكن في الفيديو ده أنا عاوز أتكلم عن حاجة. قبل يومين نزلت فيديو انه انا اتعرفت على زوجي كيف والقصص دي، فبنات كتار سالوني معقوله اتكلموا كتير يعني عن اولاد زوجي والعلاقه وكده، فالعلاقه بيناتنا وكده. ففي ناس بيشوفوا انه الزوجه الثانيه موضوع كبير شديد، موضوع كبير شديد. انا ما حقول لكم انه الشيء ده بسيط، وانه الطلاق اصلا ربنا قال شنو، ابغض الحلال عند الله الطلاق. يعني الطلاق ده ماشي سهل وما بيحصل بسهولة، إلا سواء إنه الطرفين دول وصلوا لمرحلة كده خلاص ما بقدر أكمل معاك، أو أنت تقولي أنا ما يعني ما شرط القرار ياخده الزوج أو القرار تاخده الزوجة، لا يعني العكس، يعني ممكن يعني الزوج يكون ماخذ أو الزوجة تكون ماخذة يعني القرار. فسبحان الله كل واحد وطاقته، يعني هو بيقدر يتحمل قدر شنو. تمام، فنحن ما بنقدر نلوم زول. انا ما حتكلم عن يعني كتجربه عامه، ما حتكلم عن نفسي او مثلا عن زوجي او عن مثلا اشخاص انا بعرفهم، لا يعني باللي انا شفته الطلاق ده ماشي سهل، الطلاق ده ماشي سهل. فالطلاق ده يمكن اصعب قرار الواحد تاخده او الواحد ياخده، خاصة إذا في بيناتهم أطفال أو في بيناتهم حياة، يكون فترة الحياة بيناتهم طويلة. هو ما هو قوة تحمل الزواج داير مني قوة تحمل. فأنا مثلا من تجربتي الأولى بعد سنين، يعني بعد سنين بعد ما اتزوجت وجبت أولادي وكده، بشوف إنه أنا الزمن ده كنت جاهلة، أو مثلا ما عرفت زول يوصيني، ما لقيت زول يوصيني، أو مثلا زول يتكلم
معاي يعني بطريقة مثلا ما عارفة أقول لكم كيف، لكن دايما اللي بقدر أقوله لكم إذا في مشكلة، الله لا يجاب مشاكل، إذا في مشكلة بينك وبين زوجك أو أنت شايفة إنه الحياة بيناتكم مستحيلة، أول شيء ما تحكي لي أختك، ما تحكي لأمك، ما تحكي لأخوك، لأنه الأهل اللي بيكونوا من دمك دول يعني زي ما بيقولوا ما بيقدروا يتحملوا فيكي شيء، خاصة الأخوان الأم ما بيقدروا يتحملوا فيكي شيء، يعني ممكن يقولوا لك خلاص اتطلقي اتطلقي، والشي ده ممكن يعني الناتج يكون يعني الناتج من الكلام ده يكون فيه سلبيات أكتر من اللازم، وبعد فترة من الزمن تندمي أو هو يندم. فدايما شوفوا في الحياة يعني شوفوا الناس اللي أوعى منكم، يعني انت اكيد يعني زي ما بيقولوا العين بصيرة، يعني اكيد انت هتعرفي في حياتك بتكوني عارفة الناس الواعين الناس الزول الواعي من الما واعي، او اللي مكون عايش حياته انت بتشوفي انه مثلا فلان دي ما شاء الله عليها واتزوجت لها سنين ومع اولادها وزوجها، فانت ممكن تتكلمي مع الزولة دي عادي، وش المانع تتكلمي تستفيدي منها، تحكي انه انا مثلا يعني ما تحكي كل الامور، لكن هتديكي نصايح يعني هتوريكي هل الشي ده يعني انت هتقدري تستمر فيه، او مثلا المشكلة اللي انت قاعد تعاني منه هل عنده حل ولا لا. اكيد الواحدة لما تكون متزوجة لها 20 سنة او 15 سنة بتكون عرفت يعني كتير. فبالنسبة للبنات اللي بيسألوني عن اولاد زوجي، اولاد زوجي الحمد لله وشكر الله هم في طبيعهم واعين، من هم صغار واعين ما شاء الله تبارك الله، يعني فاهمين تمام. الاولاد دول انا بعرف عنهم اكتر يمكن اكتر من امهم واكتر من ابوهم. في ناس هيقول لي مستحيل الام والاب ما شرط بتولد، او مثلا الاب الولد جاب طفله ورماه، او الام جابت طفله ورمته، الحكايه ما كده، الحكايه في البربي. احنا بيتنا في السودان يعني ما شاء الله تبارك الله كان عايشين معانا كميه من الناس، يعني فالكلام في البربي، الكلام ما في الولد منه، التربية دي اللي بيحدد الطفل ده حيميل لك انت، حيميل لابوه، حيميل لخالته، حيميل لحبوبته كده تمام. فانا سبحان الله ما ربيتهم، هما ما شاء الله عليهم واعين، وابوهم انسان واعي جدا، وامهم زولة ما شاء الله يعني احنا ما شفنا منها شيء. فالبين الاولاد وبين بين الزوج وبين الزوجة فخلاص يعني ده شيء بخصهم. فمن ناحية الأولاد الحمد لله وشكر الله هم مش أصحابي، أو مثلا مش هقول لكم هم إخواني، الشيء يا جماعة أكتر أكبر من ال أكبر من ال من من المفهوم اللي بيفهموه الناس في قصة إنه الأولاد دول عايشين مع زوجة أبوهم. ما أيوة نعم، ما كل الناس واحد، ما أي زوجة أب مثلا طيبة، ما زوجة ما كل يعني زي ما بيقولوا الزوجة الثانية ما كلهم يعني حنان على أولاد زوجهم، فأنا ما بعرف. فالناس زي ما بيقولوا الناس أجناس، أنا اللي بعرفه إنه ربنا يعني بدي لأي شيء لأي إنسان بده مسؤولية، والمسؤولية بديك له رب العالمين، ده بالمناسبة امتحان، أنا بشوف إنه الشيء ده بيكون امتحان، وما شرط إنه مثلا إنه أنا أكون زوجة ثانية أو مثلا أكون زوجة ثالثة، ده شيء ربنا كاتبه لي، او ربنا كاتبه لك انت، او مثلا انت تكوني زوجه اولى وزوجك اصلا ما متزوج وتكوني عايشه حياه مع زوجك كله مثلا زي ما بيقولوا شك وما عارفه زوجي طلع وزوجي ساهر وزوجي عمل وزوجي ما بيرجع البيت بدري، خليه ما يرجع، عنه يساهر عنه يتكلم، انت خسرانه شنو؟ مع نفسه اللي بيعمل الغلط بيعمل في لنفسه، اللي بيعمل الطيب يعني انت في النهاية بتحصدي اللي بتزرعيه. ما تقولي مثلا انا الليلة مع اولاد زوجي وما بيحبوني وانا قاعد عاملهم كويس وهم بيكرهوني، لا كيفهم، انت قدم الخير، الخير اللي انت قدمتيه ده رب العالمين ما تنتظري انه ربنا يجزيك خير، لما دايما لما تعملي الحاجة الكويسة ما تنتظري انه ربنا الانسان اللي انت قدمتي له الشيء يجزيك خير. بالمناسبة البني ادم اصلا سبحان الله يعني ما العامه القليل منهم، يعني القليل انا ما بقول العامه، القليل منهم بيعرفوا يعني ما بينكروا المعروف، زي ما بيقولوا ناكر الجميل لئيم، احنا عندنا مثل اللي بيقول المثل اللي قال ناكر الجميل لئيم اصدق مثل انا سمعته في حياتي، فعلا ناكر الجميل لئيم. الجميل ده ما شرط انك انت تكوني قدمتي لانسان مبلغ
مادي، وما شرط انك انت تكوني قدمتي لانسان يعني ما عارفة خدمة، ما كده يا جماعة. حتى الكلمة الطيبة دي زي ما بقول جميل، كونك انك انت تواسي انسان جميل، كونك انك انت مثلا قدمتي لشيء لزول مثلا محتاج ان شاء الله تمر او مويه، ده برضو اسمه جميل. واللي بنكريكي جميلك ده بيكون انسان لئيم، عشان كده انت ما تنتظري الشيء اللي انت تقدميه تاخدي اجره من يعني مقابله تاخدي شيء، انتظري من رب العالمين. رب العالمين ده كرمه يعني سبحان الله، ربنا ده لما يكرمك يعني بجد زي ما بيقولوا بخجلك، يعني بجد سبحان الله. انا ما عارفه يعني اقول لكم شنو، لكن كل اللي بقدر اقوله من خلال تجربتي، سواء كان مع مثلا في حياتي الزوجيه قبل وهسي حاليا اللي انا عايشه فيه، الدنيا دي دايره صبر وما في شيء بيستاهل. بالمناسبه ما في شيء، انا مؤخرا عرفت انه ما في شيء يستاهل انك انت تزعلي عشانه، وما في حد يستاهل انك انت اصلا تضيعي زمنك عشانه. الاولى في الدنيا دي، الاولى الاولويه في الحياه انت نفسك. انت لو ما اكرمتي نفسك، انت لو ما عزيتي نفسك، انت لو ما حبيتي نفسك، ما في حد بديكي قيمة. وما تقولي انا عملت ليهم هم عملوا لي كده، مع نفسهم اللي ما عمل ليكي مع نفسه، ده شيء انت ربنا انت عملتي خلاص. ما تنسي انه رب العالمين شايف انت عملتي شنو، والاهم من ده كله النية، النية اللي انت عملتي بيها. دايما قدم الخير واحسن الظن برب العالمين، وانسي البشر. في الزمن اللي احنا عايشين فيه يا بنات ما تركزوا مع البشر، ركزي في حياتك انتي وهدفك وانتي ماشية لوين وبتعملي في شنو. دايما راجعوا نفسكم، ما تراجعوا الشي اللي انتو قدمتوه للناس والناس عملوا لكم شنو. انا الشي اللي قدمته مثلا يعني انا مثلا اتعاملت طريقتي اللي انا اتعاملت بيها مع اولاد زوجي، ما عشان خاطر زوجي ولا عشان خاطر مثلا زول تاني، انا عملت الحاجة دي مثلا كطبع فيني حتى لو ما حبوني اصلا. طبعا اكيد يعني اكيد ما في حد في الدنيا بيجيب زي ما بيقولوا بياخد مكانة الام، لكن انت قدم الخير ما بتعرفي ربنا حيزرع جواهم شنو. حتى لو هم يعني حتى لو ناس كعب، انت ما بتعرفي ربنا حيزرع جواهم. ممكن فجأة يعني انا هسه بتزوجي عادي في عيد الام بتجيب لي هدية، انا بهدي يعني احنا عايشين حياة يعني انا بهديها في اي شيء. يعني انا لو مشيت السوق مستحيل مستحيل ارجع من السوق من غير ما اجيب لها شيء، وهي بتجي تفاجئني في فترة يعني حتى لو في خلافات. انا ما يعني احنا الاخوات في البيت بنتشاكل، الام بتشاكل ولدها، الاخوان بيتشاكلوا وبيتضاربوا، لكن الزعل ده بيحصل بحاجات تافهة يمكن، والزمن بيعقل الناس. فانا معاهم الحمد لله والشكر لله، للناس سألوني مثلا كيف قدرتي. انا طبيعي كدلال ما باخد حاجز بين، يعني انا بحب الزول والناس الزول كده. فحتى هم يمكن في مرحلة في المرحلة اللي انا جيت فيه الامارات يعني لسه كنت يعني في بداية العشرين يعني ما كنت عاقلة واعية يعني زي ما بيقولوا من خلال التجارب اللي انا اخذتها الفترة، ما كان فيني الوعي الكافي انه انا اقدر اتعامل معاهم. وما يعني مثلا لو زول وصاني قبل الزواج بتكون امي قالت لي يا دلال، لما خلاص عرفت انهم حيعيشوا معي قلت لي يا دلال انت خاف رب العالمين فيهم، وسبحان الله سبحان الله انا من قلبي كده انا الاولاد دول بحبهم يعني جد. انا ما عشان ابوهم وما عشان مثلا انت، ما عشانكم انتوا ولا عشان اشكر نفسي، انا صراحة بحبهم. يعني حتى امي مرات بقول لها يا امي اللي بيعملوا لي الاولاد دول اخواني ما كان حيعملوا لي. كل شيء لسبب، انا بولد في البلد دي بولد براي، امي ما بتجيني لظروف ما بتجيني، ما بلقى زول غيرهم، ما بلقى زول غيرهم. حتى لو حيونسوني، حتى لو حيجيبوا لي يقدموا لي مويه، بس الاولاد دول انا عمري حياتي ما بقدر استغنى عنهم ابدا ابدا ابدا. حتى لو هم مثلا خلاص لما يكونوا على زواج وماشيين خلاص ده قرروا مثلا في يوم من الايام انه يكونوا خلاص مع امهم، ما دي حرية ورأي يعني كيفهم. لكن انا كدلال انا والله بحبهم زي اخواني خالص خالص، ما فكرت في يوم من الايام انه انا. ودايما دايما يعني بالمناسبة اي اثنين يعني ينفصلوا اللي بيدفع الثمن الاطفال، فعشان كده انا دايما بحاول انه ازرع فيهم الكلمة الطيبة.
الكلمة الطيبة. دايما بالليل مثلا بقعد أساهر معاهم، بقول لها رهف جيبي قهوة تعالي نقعد نتونس، يعني بوصل ولد وبتكلم معاهم وبنتونس. وحتى يعني مثلا الأبهات مرات بيعصروا على الأولاد، بقعد بوريهم إحنا أبوي عمل لنا كده وأمي عملت لنا وكده، وإنتوا لازم، يعني ما خدت في بالي إنه هم أولاد زوجي خالص، بالعكس بحين عليهم. وربنا ربنا شاهد، يعني أنا ما قاعد أقول الكلام ده عشان زول، ربنا شاهد. أنا أصلا اتربيت في قرية، يعني شنو قرية؟ قرية يعني الناس دي كلها بتحب بعض، الناس في القرية، القرية ما زي العاصمة، القرية يعني الناس دي كلها مع بعض، الحياة بتكون مع بعض. عشان كده أنا من طبيعي بحب الناس، بحب الناس جدا، فهم لما جيت حبيتهم فخلاص. يعني كتار كتبوا لي كومنتات وحذفوا كومنتاتهم إنه كيف يعني، ما في حد بيجبر التاني، ما في زول بيقدر يجبر التاني. هم لو هم شايفين روحهم مرتاحين، وإن شاء الله يعني ربنا يقدرني، ربنا يقدرني، وبتمنى من رب العالمين إنه يعني أنا أكون قدر المسؤولية لحد ما كل واحد فيهم أو واحدة فيهم يخشوا بيوتهم، ربنا يقدرني على المسؤولية دي، وبتمنى لهم كل الخير. ومرات بالعكس، مرات ممكن أنا أبكي، يعني ما عارفة من كثرة ما أنا بحين عليهم. والمشاكل بتحصل زي ما قلت لكم، ما حقول لكم عشنا كل أيامنا بفهم لا، اللي بحل المشكلة هو زي ما بقولوا الكنترول في البيت، اللي هو زوجك. زوجك إذا إنسان واعي، إذا إنسان عاقل، هو اللي بيقدر يحل الأمور، الحمد لله والشكر لله. ده بالنسبة لأولاد زوجي. يا جماعة إحنا مع بعض الحمد لله والشكر لله، أنتوا ما بتتخيلوا أنا بحب الأولاد دول قدر شنو صراحة. يعني أنا جد 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 بحبهم، يعني هم هسي اليوم هم في الجامعة، وهم زادوا فيهم طيبة كده سبحان الله، طيبة كده ما أعرف أقول لكم شنو فيهم، مستحيل أقول لك شيء. لا، ربنا يحفظهم وربنا يكملهم في عقلهم، وربنا يديم عليهم يعني الطيبة اللي ربنا زرعه في قلوبهم. يعني الحمد لله هسي اليوم انا قاعده اسجل لكم هم في الجامعه، لكن صراحه بفقدهم كتير، هم ما في شيء في البيت انا صراحه بفقدهم، مجرد ما دخلوا البيت خلاص يعني خلاص كده بكون ارتحت. فالحمد لله وشكر لله الامور طيبه، اي شيء ربنا بديكي له ما بديكي ساكت، خليك عارفه اللي انت بتزرعيه بتحصدي له قدام. اي يعني اي شيء سبحان الله، ما عارفة أقول لكم شنو، لكن كل شيء له سبب، أي شيء في الدنيا دي له سبب. ربنا ما بديكي شيء ساقط، ولو ما بيعرف إنك أنت حتكوني قدر الحاجة دي ولا لأ، ما بديكي. كل شيء امتحان، فالدنيا دي دايرة صبر، من كل النواحي داير صبر، صبر على أزواجكم، صبر على أولادكم، صبر على أرزاقكم، صبر على كل شيء. الحياة دي لازم نمشيها بالصبر يا بنات. بالنسبة لي مثلا، انتي تقبلتي انك انتي تكوني مثلا زوجة تانية كيف؟ كتار سألوني السؤال ده، ده شيء كان مكتوب، ما يعني شيء كان ربنا كاتبه لي، شيء يعني كونك انك تكوني الزوجة التانية، ما عارفة انا اقول لكم شنو. لكن انا شوفوا يعني ابدا 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 مما اتزوجت ما بد يعني، ولا بسأله مثلا عن حياته القديمة ولا شيء. يعني انا خدت بس حياتي قدامي ومركزة على حياتي وعلى أولادي وعلى الأمان اللي ربنا مديني له وخلاص خلاص بس كده. فأنتوا دايما تركز، لما تركزي على حياتك وعلى أمورك وعلى أنت بتعملي في شنو وعاوزة تصلي لشنو، أمورك بتمشي وراسك ما بيوجعك. الواحدة لما تفتش، أنتوا هسي مثلا في بنات بيفتشوا تليفونات أزواجهم، أنت مالكم الوجع الراس، خليه انا افتش تليفونه اوجع راسي ليه؟ في راجل يعني الا القليل ما بيتكلم، ما يعني العيب ما فيهم هم، العيب في البنت اللي بتدي فرصه لواحد متزوج، او مثلا واحد انت عارفه انه هو ما حيتزوجك، إن العيب ما فيه هو، العيب في البنت اللي هي بتدي فرصه لنفسها، يعني نفسها انها تزيل نفسها لزول مثلا. طب اوكي يعني انت فكري، فكري شوفي انت، معلش يوسف شوية كده عندك، فكري في نفسك قبل ما تعمل شيء. فلما أنا الليلة أمشي أفتش تليفون ليه أوجع راسي؟ دايما فتشي راحتك. أنا أنت عارفة لما شيتي فتشتي تليفونه حتلقي شنو، خلاص ما حفتش، تفتشي ليه؟ ما تفتشي، يعني دايما فتشوا محل راحتكم. يعني الأمور طيبة زي ما قلت لكم، الواحدة بس تفتش محل راحتها من كل النواحي، من كل النواحي،
فتشي انتي مرتاحة على اي جهة، وركزي على هدفك دايما دايما. خليكم يعني في حياتكم عندكم هدف، عندكم طموح، يعني لما تصحي الصباح ودايما رددي انك انتي عاوزة تكملي يومك بإيجابية. لما تلقي انه خلاص في، يعني مرات ما في الناس السلبية دي كتار جدا، لما تحسي خلاص اطلعي من جنبهم. حتى الناس اللي بيقولوا لك مثلا كلام سلبي، الشدة في يدك بالمناسبة انك انت تقدري تبعدي منهم ولا لا. دايما يعني قرري انك انت تعيشي في سعادة. اصلا بيقولوا لك السعادة قرار، انت بتحددي اذا انت عاوزة تعيشي مبسوطة او لا. انت بتحددي السعادة قرار، فقرروا دايما في حياتكم انكم انت تسعوا للافضل، انكم انتوا تعيشوا مرتاحين مبسوطين. انت في بيتك خليك عارفة انك انت حتنتجي مجتمع، يعني انت الزوج دايما يعني ما عليهم اللي تربية والقصص دي، دايما ما بيتدخلوا في الامور دي كتير، وهم عليهم بمسؤولياتهم، لكن الزوجة هي اللي بتربي. وانت خليكي عارفة انك انت حد يعني حتنتجي مجتمع، خليكي دايما يعني زارعة في بيتك زي ما بيقولوا يحسوا بالدفء، يعني بيتك يكون دافئ، بيتك يكون دافئ يعني قصدي انه يكون في حنان، وفي يكون مرات ونسة ومرات ايوه تعليم، يعني كونك انك انت تربي على الصح والغلط. خلي بيتك يكون فيه كل شيء، يعني انا هسه مثلا غرفة نومي ده قعدنا ننظف ونظفت النظافة دي اللي هو اصلا كان نظيف، لكن امس مثلا الاولاد قالوا ما عاوزين ينوموا، عاوزين يسهروا الصغار يعني، فقلنا خلاص عادي، يعني ما شرط كل ايامك تكون مرتبة، كل ايامك يكون ماشي بنفس غيري عادي. قلت خلاص وقعدوا معانا وسهروا ما مشكلة، هم اطفال صغار فخلاص هم يسهروا، احنا نتونس ولا نشرب شيء ولا كده. فدايما خلي حياتك يكون فيه كل شيء الا الحاجات السلبية. النكد، زوجك ده لما يجي زهجان من الشغل ما تتكلمي معاه، خليه. في ناس بيقول لك امشي اتكلمي معاه وشوفيه ماله وما بعرف شنو، لا خليه ياخد زعله، خليه ياخد زعلته زهجان من الدوام، انت ما يخصك، خليه ياخد. بعد ما اخذ رواقته انت تدخلي له بكوبايه شاي او تدخلي بكوبايه عصير، لكن يعني ما تحاولوا تفتشوا الحاجات اللي هينكد عليك. ممكن في لحظه انه هو زهجان يقوم يتفشى فيكي تقعدي تتبكي ليه، لا كل انسان عارف هو بيعمل في شنو. طول ما انت ما قاعد تعملي شيء غلط خلاص انت عارف في روحك انك انت ما عملتي شيء يزعل زول، او خلاص انت خلاص انت ما مسؤوله من الشيء ده. مفهوم الحياه، في ناس كتار فاهمين الحياه غلط جدا، فالحياه دي سهله، لكن اذا انت حبيتي تسهليها على نفسك، حبوا نفسكم وحبوا بيوتكم زي ما قاعد اقول لكم كل مره، غيري جددي. انا اليوم يعني مثلا انه انا غيرت شويه سجادات جبته من هنا وديته هناك، شويه ورود شلته من هنا وديته هناك، وحاجة هناك جبته هنا، عامل جو في البيت وكلهم حتى جو داخلين من المدارس ومن الشغل مبسوطين، يعني جو يعني حاجه بسيطه، حاجه يعني حاجه بسيطه جدا بزرع السعاده في بيتك، بزرع البهجه في بيتك. فكل اللي كنت عاوز اقول لكم في الفيديو ده انه كتار كتار جدا سالوني من اولاد زوجي، اولاد زوجي، وانا الحمد لله الحمد لله شكر لله امورنا طيبه، يعني زي ما قلت لكم بخاف رب العالمين فيهم قبل كل شيء. انا اصلا في تعاملي معاهم ما قاعد اخد قدامي ابوهم ولا قاعد ابدا، ولا حتى هم في تعاملهم معي، احنا ما بنخد زول قدامنا. اللي انت بتزرعيه بتحصديه قدام، دايما يعني فكري الشيء اللي انت بتزرعيه تحصديه، فازرعوا الخير عشان تحصدوا الخير. ورب العالمين دايما زي ما قلت لكم ما تنتظروا انه يعني الجميل يرد لكم بشر، مستحيل. فدايما قدموا الخير وخلوا ظنكم برب العالمين، وزي ما قلت لكم خلوا دايما احلامكم كبيره. ما تحلمي انه انا مثلا عايشة في الغربة عشان أبني لي بيت في السودان وأولادي ده يكبر شوية وأمشي وقعد أعيش في السودان. في ناس طموحهم يعني خلوا طموحكم، استفيدي استفيدي من الغربة والبلد دي هنا، يعني خاصة الناس المغتربين عندكم كهرباء وعندكم حاجات كثيرة، يعني عندكم النت ده مثلا، فاستفيدي من زمنك. إذا عندك شغف في حاجة شوفي شغفك وين، أعملي. إذا أنت حاب حاجة أدرسي وأقري أدخل، يعني ما في زول أصلا جي طالع من بطنه زي ما بيقولوا يعني متعلم وعارف كل شيء. صفحي وأقري كتب، يعني مثلا ممكن تنزليه PDF، أكتب أقري كتاب، في كتاب اسمه قوة العقل الباطن، الكتاب ده حلو شديد، ممكن تدرسوا فيه نظرية الفستق، في كتب يعني كتب جميلة ممكن تقروها في جوجل
تغيروا من حياتكم، يعني دائما ازرعوا في بيوتكم السعادة، وحبوا نفسكم شديد. حب النفس ده يعني شنو؟ حب النفس ما شرط انك انت تشتري ملابس لنفسك، انك انت تمشي الصالون تهزي بنفسك. حب النفس انك انت تبعي بنفسك من اي انسان حيأذيك، حتى لو كان صلة القرابة بينكم شنو قدر شنو. حب النفس انك انت ما تأذي نفسك، ما تأذي نفسك بأمور تافهة، بكلام ناس، بحاجات زي دي. فبتمنى يا بنات الفيديو يعجبكم، وكمان الفيديو طويل اليوم، سامحوني حتى لو الكلام ما مرتب. يا بنات يعني سبحان الله، بقيت لي زي اخواتي زي صحباتي، دايما بكون حابة انه اقدم لكم الحاجات اللي تستفيدوا منها. وده كان بالنسبة للبنات اللي سألوني من علاقتي مع اولاد زوجي. الحمد لله امورنا طيبة، وربنا يديم الود والمحبة بيناتنا وبين كل جميع المسلمين يا رب العالمين. وغير كده ان شاء الله باذن الله بكره ممكن نعمل البارتي، وحقوم اصور لكم واشارككم برنامجنا كان شنو، عملنا شنو. وبتمنى يعني بس ده كان فيديو اليوم، وبتمنى الفيديو يعجبكم، ما اكون طولت عليكم. واذا انت لسه ما اشتركتي في القناه ممكن تدعميني بالاشتراك، وتكتبوا في الكومنتات الفيديوهات الجايه تكون شنو، وكمان تكونوا شفتوا انا قد عملت شنو في اليوم، يعني انجزت حاجات كثيره الحمد لله والشكر لله. بس خلاص.